اهلا بيكم متابعين قناة منزلي، اتمنى تكونوا بألف خير. في فيديو النهاردة هنشوف مع بعض مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة اللي مفيش اي ست بيت تقدر تستغنى عنها، وكمان هشارككم ببعض الخطوات اللي تخليكم ان انتوا تنجزوا الاعمال المنزلية بتاعتكم في وقت قليل وبجهد اقل. طبعا في عندنا كل يوم مهام منزلية مش بتخلص، وبيبقى عندنا حاجات كتير قوي محتاجين ان احنا نعملها. قلتلكم قبل كده عن قاعدة ال10 دقايق، هي ان انت تشوفي اي حاجة عندك في البيت بتاخد تقريبا 10 دقايق، وان انت تبدأي تعمليها. مثلا البوتاجاز هياخد منك في تنظيفه 10 دقايق، تعمليها على طول. تنظيف الاحواض 10 دقايق، وهكذا. هتلاقي نفسك كلمة 10 دقايق لما تفضلي تقوليها لنفسك هتلاقي انك بتقدمي على الحاجة وتعمليها على طول، وفي نفس الوقت مش بتاخد منك مجهود كبير، ومش هتحسي ان انت عندك متطلبات كتير قوي وراكي. هتحس ان انت خلصتي وانجزتي حاجات كتير قوي بقاعدة ال10 دقايق. ومعانا كمان قاعدة تانية حابة برضو ان انا اشارككم بيها النهاردة، وهي ان انت التنظيف العميق لغرفة واحدة بس في المنزل كل اسبوع على الاقل. هي ان انت تخصصي يوم في الاسبوع تنظفي فيه تنظيف عميق لغرفة واحدة بس، وبكده بقى هتلاقي دايما عندك البيت نظيف ومترتب. طبعا الادوات المنزلية اللي انا بشارككم بيها هي ادوات بتسهل علينا التنظيف والتنظيم والترتيب. بوريكم ادوات كتير بتنظم، بتقدر ان انت تنظمي من خلالها المطبخ او الحمام، او تقدر تنظمي من خلالها الدواليب. والمنظمات دي طبعا من اكتر الحاجات اللي بتخلي الدنيا مترتبة وشكلها سهل، وتقدر ان انت توصلي لكل حاجتك بسهولة. بالاضافة كمان ان انا بوريكم بعض الاجهزة الكهربائية اللي تقدر ان انت تستخدميها في المطبخ، وهي بصراحة بتكون عملية جدا. اي جهاز كهربائي دايما بيوفر معانا في الوقت وفي الجهد، فدايما استثمري في نفسك، وان انت دايما تحاولي انك تجيبي الحاجات الضرورية اللي انت شايفة ان انت محتاجاها، اللي هتوفر عليكي حاجة. مثلا بدل ما تعمليها بايدك، لا، جهاز كهربائي هيعملها عنك في وقت قليل جدا، وكمان بدون اي مجهود منك. وكمان برضو في بعض الادوات المنزلية اللي انا بوريها لكم مش شرط ان هي تكون جهاز كهربائي، ممكن تكون عادي حاجات يدوية. بس الحاجات اليدوية دي برضو بتسهل عليكي حاجات كتير قوي، من ان انت ممكن تختصري فيها خطوات كتير. فهنتفرج مع بعض دلوقتي على الادوات المنزلية اللي انا بوريها لكم، ان شاء الله تعجبكم. لو كنت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، اتمنى ان انت تشجعيني وتشجعي القناة بان انت تنزلي تدوسي على زر الاعجاب للفيديو. كمان لو نسيتي ان انت تشتركي في القناة تشتركي وتدوسي على زر الاشتراك. بينزل عندنا فيديوهات يومية عن الادوات المنزلية والحيل والافكار اللي دايما هتساعدك وتخليكي عايزة تنظمي البيت بتاعك باسرع وقت. وكمان هقول لكم في اخر الفيديو ازاي تقدروا ان انت تحصلوا على المنتجات المنزلية اللي احنا بنقدمها دي، فكملوا معايا الفيديو للاخر. ودي مساحة، المساحة دي بتكون متعددة الأغراض، تقدري تمسحي بيها الأرضيات أو ممكن كمان تمسحي بيها الحوائط أو الزجاج. ودي فرشة بتكون جديدة، السنون بتاعتها تقدري ان انت تدخليها أو تخرجيها على حسب احتياجك. طبعا ده بيسهل عليكي تنظيفها جدا. وده مجفف صغير للأحذية، تقدري تجففي عليه الأحذية بتاعتك بمنتهى السهولة وفي أقل وقت كمان. معانا كمان الباسكت دي، الباسكت دي تقدر ان انت تعلقيها في التويلت، تحطي فيها الملابس بتاعتك، وفي اي وقت تقدر ان انت تطويها، مش بتاخد اي مساحة خالص. وده منظم حلو جدا وبيكون عملي، تقدر ان انت تركبيه على الحنفية، تنظمي عليه الليف او اي قطعة انت بتكوني بتستخدميها للحوض. طبعا بيساعدهم ان هم يجفوا من غير ما يسببوا اي بكتيريا او روايح مش مستحبة. ومعانا كمان موزع الزيت، الموزع ده بيشتغل بطريقتين، بطريقة الرش او بطريقة ان انت تصبي منه شوية زيت. الموزع ده بيكون عملي جدا على حسب احتياجك، ان انت لو محتاجة كمية زيت قليلة او كتيرة. وده قالب ايس كريم من خامة السيليكون، القالب ده تقدري تعملي منه مثلجات باشكال كتير جدا، وكمان مش بياخد اي مساحة في التلاجة خالص. الحاجات دي الاطفال بيحبوها قوي، تقدري ان انت تعملي لهم بيها حاجات صحية كتير. وده منظم بيكون جميل جدا، ميزة المنظم ده ان هو بيتركب عن طريق الضغط، تقدر ان انت تستخدميه عند الحوض، في الحمام، في المطبخ، في اي مكان، طبعا على حسب احتياجك. ومعانا دي مصفى من خامة البلاستيك، المصفى دي بتقدر ان انت تغسلي جواها الخضار، وكمان بتقدر ان انت تجففيه بالشكل ده.
وده قالب لصنع مكعبات التلج. القالب ده بيكون معاه علبة، وزي ما انتوا شايفين كده بيكون سهل جدا ان انتي تفكي التلج من بعضه عن طريق ضغطة واحدة، وتقدري ان انتي ممكن تضيفي له مثلا فواكه او اي حاجة تانية زي ما تحبي. ومعانا كمان الاكياس دي بتكون عملية جدا اوقات السفر او اوقات لما تكوني هتباتي بره البيت، بتاخدي عينات من منتجات العناية بتاعتك فيها. ومعانا كمان طبق التقديم ده، الطبق ده ميزته ان هو متعدد الاشكال، وكمان تقدري ان انتي تقفليه يعني بيكون محكم الغلق. ومعانا كمان الفرش دي بيكون حجمها صغير جدا، الفرش دي بتقدري ان انتي تنضفي بيها الاماكن اللي بتكون ضيقه وصعب الوصول ليها. معانا كمان الموزع ده، الموزع ده بتقدري ان انتي تمليه بالمعقم او بالمطهر بتاعك وتحطيه جوه السيفون، وده طبعا بينضف لك دايما التويليت بتاعك وبيحافظ عليه ان هو يكون نظيف. زي ما انتوا شايفين الفكره بتاعته حلوه جدا وبيكون عملي. ودي صفايه، الصفايه دي بتعلقيها عند الحنفيه زي ما انتوا شايفين، تقدري ان انتي تتخلصي من بواقي الاكل وعدم انسداد الاحواض. طبعا الصفايه دي بتكون عمليه، وكمان بتقدري ان انتي تغسليها بعد كده بكل سهوله وتتخلصي من بواقي الاكل اللي موجوده فيها. ومعانا كمان الصبانه دي، الصبانه دي تقدري ان انتي تحطي عليها اكتر من صابونه وتتخلصي من كل الكركبه اللي عندك على الحوض، وكمان بتتميز بان انتي تقدري تحركيها يمين او شمال على حسب الاتجاه اللي انتي عاوزاه. ومعانا كمان الكوبايه دي، خامتها بتكون من الاكليريك، تقدري ان انت تحطي فيها الفرشه بتاعتك وممكن كمان المعجون، وبيكون فيها مكان يخلصك من الميه الزياده. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا هشرح لكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي. المنتجات دي تقريبا كلها منتجات صينيه، بتكون موجوده على موقع زي موقع علي بابا او موقع علي اكسبريس او موقع امازون. لو البلد اللي انت عايشه فيها سهل ان انت تقدري تطلبي من موقع علي اكسبريس او علي بابا او امازون، والشحن بالنسبه لك بيكون سعره كويس، تقدري ان انت تخشي على خانه السيرش في المواقع دي وتكتبي اسم الاداه المنزليه اللي انت بتدوري عليها او اللي انت محتاجاها، وتقدري تشوفي البايع اللي انت حابه ان انت تشتري منه. طبعا هتلاقي ممكن اكتر من بايع لنفس المنتج، فالافضل ان انت تشوفي افضل بايع عليه تقييمات واراء للناس كويسه بحيث ان انت يوصلك منتج جودته حلوه. ولو كان بالنسبه لك صعب ان انت تقدري تطلبي من المواقع دي لاكتر من سبب، مثلا ان سعر الشحن غالي بالنسبه للبلد بتاعتك، او ان البلد بتاعتك بتفرض جمارك على الادوات اللي هتوصلك، فطبعا ممكن تكون اداه بسيطه بس انت محتاجاها، بس في الاخر تلاقي ان اجمالي السعر بتاعها مش متناسب معاها اطلاقا، مثلا بعد سعر الشحن او بعد سعر الجمارك، فممكن تلاقي سعرها سعر غير منطقي اصلا. ففي الحالة دي برشح لك ان انت تشوفي موقع مثلا زي موقع امازون، هل هو موجود في البلد بتاعتك ولا لا. موقع امازون من المواقع المحترمة جدا، لو هو موجود في البلد بتاعتك تقدري ان انت تدوري برضو على الاداة المنزلية اللي انت عاوزاها، وتكتبي في السيرش اسم الاداة المنزلية، وتقدري انك تشوفي برضو الريفيوهات. دايما بحب ان انا اكد عليكم في الموضوع ده، ان انت تشوفي الاراء بتاعة العملاء اللي جربوا المنتج ده، لان مش دايما كل الحاجات اللي بتنزل في بعض البلاد بتكون نفس درجة الخامة اللي انت شايفاها في الفيديو. ممكن في الفيديو يكون بيستعملوا حاجات بخامات كويسة جدا، بس وقت ما تكون وصلت في البلد بتاعتك او المستورد اللي بيجيبها في بلدك يكون بيجيبها بدرجات اقل، فبالتالي تلاقي ان المنتج جودته مش حلوة، او لو مثلا استعملتيه هيتكسر بسرعة او هيبوظ على طول. فدايما بحب ان انا اكد عليكوا دايما من موضوع الريفيوهات ده، ان انت دايما تتاكدي من البائع اللي انت بتشتري منه وريفيوهات العملاء اللي اشتروا منه، هل الحاجه بتاعه البائع ده كويسه والخامه بتاعتها كويسه والناس بتشكر فيها، ولا بيقولوا ان الخامه مش كويسه، عشان ما تضيعيش وقتك او تضيعي فلوسك على الفاضي. فهنا بقى عندك اوبشن ان انت تشتري من موقع امازون لو هو كان موجود في البلد بتاعتك، وطبعا موقع امازون من المواقع المحترمه اللي بتضمن حق العميل، يعني تقدري ان انت حتى لو المنتج وصل لك وما عجبكيش تقدري ان انت تعملي استرجاع والفلوس بترجع لك على نفس طريقه الدفع اللي انت دافعه بيها. وكمان احيانا لو المنتج مش قابل للاسترجاع اصلا ممكن يقولوا لك تقدري انك تحتفظي بالمنتج وبرضه بيردوا لك الفلوس بتاعتك. طيب لو فرضنا ان انت المنتج اللي انت بتدوري عليه مثلا مش لاقياه على موقع امازون، او مش حابه انك تتعاملي من خلال موقع امازون مثلا، فهنا بيكون في عندك اكتر من طريقه تانية برضو هشارككم بيها. اول حاجه عشان تبقوا فاهمين، لان في بعض الناس ممكن ما تكونش عارفه، الادوات الصينيه دي بيبقى فيه مستوردين من كل بلد هم اللي بيشتغلوا في الادوات دي، هم بيروحوا بنفسهم بيتعاقدوا مع المصانع بيشتروا الادوات المنزليه دي وبيستوردوها للبلد بتاعتهم، بس طبعا عشان هم بيجيبوا كميات كبيره جدا
فبيقدروا ان هم يحصلوا عليها بسعر بيكون كويس، غير ما انت ما هتروحي تشتري قطعة واحدة من المواقع الصينية بتاعتهم. فطبعا هنا انت بتتكلفي شحن بيكون غالي جدا على القطعة الواحدة اللي انت بتشتريها، انما هم بيقدروا ان هم يدخلوا كميات كبيرة بأسعار كويسة جدا، فبالتالي لما سعرها بيوصل لك جوه بلدك من خلال المستوردين بيكون السعر مناسب. المستوردين دول تلاقيهم فين؟ طبعا ده بيكون على حسب كل بلد، بس اكيد اغلب الناس بيكونوا عارفين اسم الاسواق اللي بيكون موجود فيها الادوات المنزلية. مثلا عندنا في مصر بيكون في اسواق زي سوق العتبة او ابو النمرس او النزهة الجديدة، خصوصا النزهة الجديدة. النزهة الجديدة من الاسواق اللي بيكون موجود فيها كل الادوات المنزلية اللي احنا بنشوفها. بس عشان اكون صريحة ودقيقة معاكم، بصراحة مش دايما كل الادوات اللي بنشوفها بتكون بنفس الجودة، احيانا في مستورد ممكن يطلب منهم نفس المنتج بس الجودة اقل، فبالتالي لما انت تيجي تستخدمي المنتج تلاقي ان جودته مش كويسة او ان المنتج مش حلو. فدايما لو انت هتحبي ان انت تنزلي بنفسك تبصي على المنتجات دي، اكيد انت هتقدري انك تفضلي ايه الاحسن وايه الخامة الكويسة وايه الخامة اللي حاسة ان هي مش هتعيش معاكي. ولو مش هتقدري انك تنزلي بنفسك وتبصي على الادوات دي، تقدري ان انت تطلبيهم من خلال صفحات الفيسبوك او جروبات الفيسبوك او الانستجرام. بيكون في برضو تجار بياخدوا من المستوردين دول او بيستوردوا هما بنفسهم، وعاملين صفحات على الفيسبوك والانستجرام بيبيعوا من خلالهم الادوات المنزلية الحديثة دي، فتقدري برضو ان انت تشتري الطلب بتاعك وانت موجودة في البيت بتاعك. بيكون سعر الادوات من خلال التجار دول او الصفحات دي بيكون سعرها مناسب جدا عن برضو ان انت تحاولي انك تشتريها بنفسك وتدفعي عليها جمارك. وبرضو هرجع واكد عليكم، لو قررتي ان انت تشتري من خلال صفحات اونلاين او صفحات على الانستجرام، دايما اتأكدي من الريفيوهات بتاعة العملاء وان يكون ليهم ريفيوز كويسة وان يكون في ناس بتتعامل معاهم حلو، واكدي عليهم بان انت هتفتحي الشحنة وتبصي عليها، لو المنتج عجبك هتاخديه، ما عجبكيش بتدفعي مصاريف الشحن وبس. ولو انت بتحبي مجال الادوات المنزلية وحابة ان انت تشتغلي فيه، انا قلتلك على الاماكن اللي موجودة في مصر، او تقدري انك تنفذي نفس الفكرة دي عندك في البلد اللي انت فيها، وممكن تجيبي الادوات دي بسعر الجملة وتبدأي ان انت تبيعي من الادوات دي وتعملي مثلا جروب او صفحة وتبيع منها للمعارف والاصدقاء. والمتابعين القناة بتاعتي، اي حد محتاج اي منتج من اللي انا بعرضهم يقدر ان هو يكتب لي في الكومنتات المنتج كان في الدقيقة كام، وانا هحاول ان انا اساعده واوفر له اللينكات بتاعة شراء المنتج ده ان شاء الله. وبتمنى من متابعينا الكرام ان هم لو موجودين في اي بلد غير مصر ان هم يشاركونا ويكتبوا لنا اسم الاسواق بتاعة الادوات المنزلية في البلد بتاعتهم، يكتبوا مثلا انا من بلد كذا واسم الاسواق اللي عندنا كذا، بحيث ان هم يقدروا يفيدوا متابعين قناة منزلي اللي موجودين معاهم في نفس البلد، فيقدروا هم كمان ان هم يروحوا بنفسهم يشوفوا الاماكن اللي بتقدم الادوات المنزلية الجديدة دي. لو عجبك الفيديو بتاعي اتمنى ان انت تشجعيني وتشجعي القناة بان انت تدوسي على زر الاعجاب للفيديو لو الفيديو بتاعي عجبك، واتمنى لو كنت لسه مشتركتش في القناة تشتركي وتدوسي على زر الاشتراك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. احنا بننزل دايما فيديوهات يومية عن الادوات المنزلية الحديثة. اتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد، واشوفكم باذن الله على خير، مع الف سلامة.